السلام عليكم، كل عام وعليكم وانتم بخير. السلام ورحمة رمضان الله كريم، وبركاته. بخير حدثنا عن اجواء رمضان بهذا الشهر، شلون شفتوا حركة الناس؟ والله يعني الحمد لله، يعني رمضان له فد قوة وله فد حضور سابقا وحاليا، وناس ملتزمة، ويعني اكو هواية ناس تصوم، بس مو روح القبل وليس روح الماضي. يعني الماضي كان احلى. الأزمة الاقتصادية أثرت اليوم بهذا الشهر الفضيل، خصوصا أن نشوف اليوم أكو قلة بالتبضع، بالتجوال، بالمقاهي. والله باوع، احنا خلينا نكون صريحين، يعني أنا هذا أردحش حكي يمكن يخالف الرأي العام، يعني خلينا نكون صريحين، الرواتب زينة، يعني وين كنا 8000 دينار وين هسه 500000، فليش المبالغة؟ يعني بطل الزيت بأربعة ما يخالف شوية نقلل استخدام، يعني نقلل، يعني بدر يبدو ضيفك هو موظف، لكن يعني مو كل الشعب العراقي موظفين، يعني المبالغة يعني شو نسبة يعني الموظفين بالدولة العراقية مو كثير. يعني صحيح زميلي أحمد، يعني هذه أيضا يعني لازم تأخذ بنظر الاعتبار، عندك جيش من العطال عاطلين عن العمل. يعني صح، لكن هو قد يقيس على ميسوري الحال. انت حدثنا هنا عن الموظفين قد يكونون هم من الميسوري الحال هنا في المجتمع البغدادي، وقد تكون هي الشريحة الأوسع الموجودة هنا في العاصمة بغداد. متقاعدين احنا كنا 8000 هسه 500000، يعني بطل جيت باربعة ايش قدر. الأجواء البغدادية شلونها اليوم بالعاصمة بغداد، خصوصا هنا بالمنطقة الأعظمية؟ انت تعرف حضرتك يعني الدنيا دي تتطور، الحضارة والعلم والكليات أكثر، فالأجواء البغدادية اللي دي تقصد عليها القديمة كانت مقترنة ب نوع من قلة يعني التحضر، يعني كانت أحلى. بس بعدنا محافظين على بعض العادات والتقاليد. طبعا أكيد أكيد. طيب بدر، في ظل يعني الصعوبة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون اليوم، إن سمحت لي بدر، ماذا عن حال الباعة وأصحاب المحال التجارية في الأسواق العراقية؟ هل تتكدس البضائع لديهم حتى يعني مع صعوبة الأحوال؟ هل تتحول البضائع لرفاهيات لدى البعض؟ يعني فعليا زميلتي هناك استعداد بشكل كبير لهذا الشهر، لا سيما ونحن نتحدث عن موسم تكثر فيه يعني شراء احتياجات المنزل، إن كانت من مواد غذائية وكذلك حتى إن كانت ملابس استعدادا للعيد، فبالتالي تكون هناك تحضيرات إن كان لأصحاب المحلات وكذلك الباعة المتجولين أصحاب البسطات، فبالتالي أكو استعدادات. تحدثنا هنا باللغة الدارجة، البعض مستعد لهذا الشهر، يحاول أنه هو لربما يكسب قوته بشكل أكبر خلال هذا الشهر، لكن أيضا أكو تخوف من احتمالية ما تكون يعني التوقعات مثل ما هم دا يحضرون، مثل ما هم اليوم مستعدين خلال هذا الشهر، قد تكون أكو يعني تسارع بعجلة الحركة التجارية والشرائية، خصوصا بظل الأزمات اللي موجودة حاليا، فبالتالي قد هذا الأمر يعكر عليهم بعض المزاج، بعض التوقعات، لا سيما هم يعتمدون اليوم بشكل مباشر على هذا الشهر والتوقعات اللي ممكن يجنوها كأموال وحركة شرائية خلال هذا الشهر. أصبحت الصورة أوضح من خلالك مراسل التغيير بدر الركابي، كنت معنا من الأعظمية، شكرا جزيلا لك بدر.